دايز العوني معكم المهم معكم المستعار جون بيرسون المهم شخصيا الانجينيور اليوم بغينا نهضروا على حلية دبيب هي من هي كي بزاف د الشبلولي ويا واش كاين حلية دبيب في المغرب في لين كاين حلية دبيب الكاميرا هاديك يدي واش مزيان ويلي المهم تقول ليا واش كاين حلية دبيب في المغرب ايه تقولو كاين حلية دبيب يعني حرية تعبير مكفولة في المغرب ولكن المرانب ديال حرية تعبير يعني مش تتخرج تا تبغي تهضر مع راسك كاينة الزرواطة يعني الزرواطة تنجي بعدين مثلا عندها مواطنين تيجيو تيحتاجو مثلا لا باغي سبيطار يعني الدولة في خدمة المواطنين الدولة تتحقق فعلا مطالب المواطنين تنجي يعني الدولة ما تكذبش يعني تنجي صحاب الزرواطة عطالبو أتصبتك سبيطار يعني هنا الدولة بشكل يعني يعني فوق عليه شي شوية المهم تتحقق لك يعني واحد المطلب أساسي اللي هو اكتباغ سبيطار أقول له مثلا بغيتي الباق ياك الباق بعندك ديال زاكورة جاو خرجوا ولكن الدولة كانت يعني شوف الدولة كيفاش تحقق المطالب في المغرب يعني راه تحقق يعني شي حاجة باقي وصلش لهذا العالم هذا الأول كيف تقولوا العالم متقدم يعني كان الناس ديال الزكورة خرجوا على الباق احتجاج يعني يعني ومشاو جابوا لهم يعني كاميرا عبروا الباق وبقاو يشربوا في الشارع يعني هنا الدولة تحقق مطالب الساكنة يعني بطريقة ذكية جدا يعني حنا دابا تنتقل الملك في المغرب واش يعني أنا تنقول لكم دابا علم الخيال ديالي كبير بزاف حوية تعبير المهم شي حدي تيدخلوا عندي تقول لك أجي المغرب ودوي معانا يا خويا نجي المغرب ودوي بها ما تكونش حلية تعبير يعني كون عندكم حلية تعبير sorry for that أولاد بالنسبة لهذوك الناس اللي فرطوني صراحة قال لك أجي معانا المغرب وهدر هذاك انا اقول لكم اخويا انتوما ما عندكمش حريه تبي لا عندكم حريه تبي اجي نهضر معاكم دابا ما عندكمش حريه تبي انا ما بحسوش عليكم هادي انا بحسوش على القانون ديالنا هادي ديالنا ديال الاوروب هادي يعني حريه تبي هنا لا عندنا النيفو بزاف يعني عندنا النيفو طالع بزاف عندنا حريه تبي يعني اي حاجه يمكن لك يعني تنتقدها فهمتي يعني اي حاجه بهاديك يعني اي حاجه يعني غير يعني حرية تعبير هنا غير محدودة يعني عبر على راسك مادام داك يعني تتكلم يعني واحد بالسلبية وهاديك تعبر على راسك يعني عندك حرية تعبير جي يقولك انت والخيال ديالك يعني الخيال ديالك تخدم بها اي حاجة تخيلها قلت لك هداك واحد كريتيكي كريتيكي هو يعني انا حرية تعبير هو ما عندكمش هادشي هذا لان الخيال ديال المغربي يعني ما يمكنش يمشي به في حريه التعبير يعني حدو يوصل لواحد النيفو تيهبس فهمتي يبقى عايش مع هذاك النيفو حياته كامله مسكين يعني الخطوط الحمراء باينه فهمتي مسطره يعني ما عندك انت تنزل في هذاك المغرب تيخشيو لك الخطوط الحمراء هو الاولى فهمتي تيعطوك الرايه ويعطوك صوت الملك وكذاك ما تهضرش عليه فهمتي غير القضيه ويبقاو يدخلوا كداك خشبي ديال سلوات الرصاص سلوات البرتقيس المهم هذاك الشيء كامل يخشيو بيك مزيان ينفخوك انت عندك تتكبر وديما تتبغي تويلا ليك وتتشوف هذوك الخطوط الحمراء كاين اللي تيخرج هذيك بحال هي دابا كاين اللي تيخرج على ديك الخطوط الحمراء تيهرس بوها تيدقدق بوها تيدرق تيدقدق بوها ديك التصويره ديك القداسه ديالك بنادم المهم تعيش حياتو اجي اللي كاين بالنسبة لي حرية تعبير في المغرب يعني انت عندك خطوط حمراء ما يمكنش لك يعني تبدع يعني لا دابا عندنا الابداع في حرية تعبير يعني تتولي بحال بينا عندك يوميا يعني انت وخيال ديالك كما قلت سابقا في المغرب عندنا يعني الليميت يعني هذاك الشيء محدود وهذا الشيء حشومه بلا صح انا دابا كنختم لكم هنا كيفاش حرية تعبير خصها تكون فهمتي المهم الناس هادو لي صدعو على راسنا قالك نتوما في الخارج تهضرو و تتسبو سيدنا و تديرو سيدنا حنا كيما قلتلك معندناش ليميت عندنا يعني حرية التعبير ان ليميتد يعني ما حدك تتعبر على راسك بشكل سلمي و تدوي
عبرت تما تا الصباح فهمتي مكاينش شي دوي ياك فهمتي مكاينش شي بوجي يجي يدق عليا هادي نهرس لا هو الطاويرة هادي فهمتي. المهم تيجي تقولك شي دابا الناس هادو لي تيقولك يعني هبط المغرب ودوي معانا راه بزاف ديال الزواو ياك داو الحبس شتيو فين كتا فين التضامن ديالك تا لي في المغرب خصك تضامن هادوك بعدا فهمتي حيت انا من هنا تضامن معاهم كيما قلت لك يعني الرياكسيو سير بلاص يعني من هنا اللي مكاينش الطياره نجي عندك فهمتي باش تضامن معاك انا تما غنبقى ندير على جيت عطله ولكن عندها دوله بوليجيه على حساب يعني على حساب يعني يعني بحال انا دابا مثلا على حساب النيفو ديالي ديال الكريتيسيزم يعني الانتقاد للنظام السياسي المغربي انا يدبحوني في المطار يعني العين الكبير يديرو تما. المهم ماشي لا جيب احنا لا نخاف الموت لا اله الا الله رسول الله الى او عليك فهمتي. المهم يا الناس هادو لي برزطو ليا راسي هادي هي تقول لك اجي المغرب دي معايا شتو اقول لكم حاجه وحده راه لا غالبيه هي فهمتي اتفهموا هادي شتو واخا ديكم البيت او يد الداخل فين تيجلس يدي دونالد ترامب نحطكم في الصوفا ديالو هاديك الفوتوي ديالو اتريحو تما قول لك شوف بسخطوة دي عندك حرية التعبير دوي برد على قلبك قول له شوف قلبك قول كل شيء والله لا دوي تي تاق قول لي اتنقل تقول عاش الملك عاش الأسرة العلوية تبقى على هذيك الهضرة يعني ديفو اخويا ماشي فيا انا يعني تضامن مع خوتي من هنا الديفو فيك تا لان التفكير ديالك خرياق يعني لا يصلح يعني خصك ضروري دير واحد بحال تقول تراجع الراس ديالك تراجع راسك وتراجع يدي الافكار ديالك وليك صعيب كنا فهمتي كنا نوصلو لشي حل. المهم تحيات يا خوتي وهدا كندو فيديو ديال وش لاغم المهم والمونتاج سميتو نتمنى يعجبكم عافاكم ديرو السبسكرايب بهاد البوطون هنايا هاهي بلاتي هنايا هاهي تكوني هنا تكوني هنا تحت شي قد. المهم بليز سبسكرايب اند ريمبر تو يو نو تو واتش ماي فيديوز ذي ار فيري نايس اوكي سير اي لايك الرايس اند كاري سير يو نو بليز سبسكرايب اند دونت ريمبر if you don't subscribe I break you my friend please okay do so don't forget that I'm not a person you can fuck with around okay I break you my friend okay تحية سلطة عودية والسلام عليكم.